يقول ممثل النازحين في مختلف الملاجئ في منطقة غرب تيغراي أنهم يموتون يوما من المرض والجوع، ودعا الممثلون السلطات المعنية إلى الوفاء بمسؤولياتها قبل تدمير النازحين. كما نعلم جميعا يعاني شعب غرب تيغراي أكثر بكثير من أي شخص آخر. بعد اتفاقية بريتوريا كان لدى النازحين أمالا كبيرة في العودة إلى أوطانهم قريبا. كانت لدينا توقعات جيدة وأمال في أن نعود إلى حياتنا الطبيعية ونعيش حياتنا ونربي أطفالنا بعد اتفاقية بريتوريا. كان لدينا آمال كبيرة في أن يعود الوضع إلى حالته السابقة من السلام. لقد أمضينا حوالي عامين مع الأمل. ومع ذلك أبلغ ممثلو النازحون أيضا أن الأطفال والأمهات وكبار السن يموتون يوميا من المرض والجوع في مختلف الملاجئ بسبب فشل اتفاق السلام وعدم تنفيذه. يواجه النازحون الآن مشاكل ومعاناة أسوأ من تلك التي واجهوها من قبل. أولا هناك هذا الجوع الشديد، الأطفال وكبار السن والحوامل في هذه اللحظة يتم دفن جثة أو جثتين يوميا في كل مركز للنازحين. عندما تذهب إلى حتساس تجد حوالي 279 جثة في هذا المخيم الصغير للنازحين. يمكنك الذهاب والعثور على مقابرهم بنفسك. لا يأتي سوى 15 كيلوغرام من القمح مرتين للعائلة الواحدة في العام، وبسبب هذا مات العديد من كبار السن والأمهات والأطفال والحوامل، ومن المعروف أن العديد منهم ماتوا وتفرقوا. صادفنا شخصا يموت على الطريق بينما كنا ندعمه. يموت الأطفال، تموت الأمهات، هناك الكثير ممن هم في فراش يعانون من المرض. يناشد النازحون الجهات المعنية القيام بمسؤولياتها قبل هلاك الناس، مشيرين إلى أن الحل المستدام هو إعادة النازحين إلى ديارهم. الحل الوحيد والجيد هو العودة إلى الوطن. لا يمكن أن تكون هناك دولة بدون إنسان، لذلك أود أن أنقل رسالتي للحكومة والمجتمع الدولي وأصدقاء تيغراي وأبناء تيغراي لحل هذه المشكلة. أحث الهيئات المعنية في الحكومة الفيدرالية والمجتمعات الدولية على دعمنا بسرعة، ونأمل أن يسهلوا عودتنا إلى ديارنا وعيش حياتنا بشكل مستدام. أبلغ رئيس إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة جيتاتشو ردا خلال إقامته مع ممثلي الجمعيات الخيرية أن معاناة وموت النازحين مستمران، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة.